السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعليم البرمجة للأطفال عن طريق الأداة الرائعة والجميلة جدا سكراتش. والنهاردة هنكمل كلامنا اللي بدأناه في الحلقات اللي فاتت أو في الحلقتين اللي فاتوا، وهنبدأ نحط شوية حركات كده في البرنامج، فخليكوا معانا. تعالوا الأول كناحية تعليمية كده نغير الخلفية ديت ونروح من هنا أو نزلنا تحت خالص، هنلاقي خلفية اكس واي جريد. هنختارها كده اهوت. ليه اكس واي جريد؟ لأن الاكس واي جريد دي هتعلم ابنك ازاي هو بيتحرك في الاتجاهات اللي هو الاكس والواي. هو مثلا لو اتحرك بمسافة 100 بيجي هنا، لو اتحرك بمسافة 200 هيجي هنا، لو اتحرك بمسافة سالب 100 هيجي هنا. وده في حالة الواي، يعني واي خد سالب 200 هيروح هنا، ولو اتحرك ب100 برضو في سوري في الاكس هنا، هنا الواي صفر وهنا الاكس بسالب 200 هنا، وهنا الواي بصفر، الواي اللي هو العمودي دوت بصفر، وهنا الافقي دوت ب100 فيجي هنا. لو انت بس عاوز تحركه في الاتجاه دوت، فمثلا هنا لو جه هنا هيبقى الواي ب100 والاكس كمان ب100، فبيانيا هيبقى مكانه هنا. ولو انت حركته مثلا بواي سالب 100 واكس 100 هيبقى هنا، وبرده في العكس هنا سالب 100 وسالب 100 هيبقى هنا، هنا سالب 100 وهنا 100 هيبقى هنا. الجريد ديت مهمة جدا لأي حد بيتعلم برنامج سكراتش عشان يعرف هو بالظبط الكائن بتاعه فين من الشاشة. لو حط له بوزيشن مثلا 100 و100 هيبقى هنا، 100 وسالب 100 هنا، سالب 100 وسالب 100 هنا، سالب 100 و100 هنا. فهي دي الفكرة. ولو طبعا صفر وصفر هيبقى في النص بالظبط زي ما احنا ايه حاطينه كده اهو. فزي ما اتفقنا ان استخدام اللوحة اللي هي الخلفية دي استخدام تعليمي يستحسن ان احنا ايه نبدأ بيها، وبعد كده لما تعمل الحركة اللي انت عايزها تبدأ تغير ايه اللوحة التعليمية ديت باللوحة اللي انت عايزها ايه في الخلفية. تعالوا بقى نعمل شوية حركات. لو جينا هنا اهوت وخدنا اللي هو في الحركة الذهاب الى، لا الذهاب الى موضع من، ماشي، سين اللي هو سين اكس اعتقد، وصاد اللي هو واي. فهنا هتبقى هنا سين مثلا 100 وصاد بصفر. لو شوف اول ما دوست عليه عم جاي بتحرك ايه بالظبط كده هوت للمكان اللي هو ايه صفر و100 اللي هو دوت. شوف اهو خلاص هيروح للمكان دوت. طيب لو خليته هنا صفر وصفر هتلاقيه رجع ايه للمكان اللي احنا ايه كنا سايبينه فيه. فلو لو حركته مثلا مثلا سالب 100 وهنا 100 وضغطت عليه هيتحرك في الاحداثية اللي انا حاططها له ايه بالظبط. طبعا سين هنا بيرمز الى اكس وصاد بيرمز الى واي. لو عاوز بالانجليزي ممكن نرجع كده للانجليش، هتلاقي هو اكس سالب 100 وواي ب100. اوكي، لو تلاحظ لما بنحرك القط ده من هنا لهنا كده هتلاقي العلامه اللي هي الذهاب الى اصبحت تتغير من هنا. فانا ممكن اجيبها كده اهو تحطها هنا اهو، ماشي، وبعد كده احركه من هنا لهنا هلاقي الارقام اتغيرت برضو. وبعد كده هجيبه لهنا تاني، ماشي، هلاقي ايه الارقام ايه اتغيرت مرة اخرى، ماشي. فممكن اجي هنا اهو انا كده ايه بحركه، بس انا عاوزه ايه يتحرك لوحده، ماشي. فلو لاحظنا ان هو في عامل زي البازل كده، الحتة دي ممكن تركب هنا، فممكن نركبهم كده في بعض وندوس كده. مفيش حاجة بتحصل، حتى لو دوسنا هنا برضو مفيش حاجة بتحصل.
ليه؟ لان انا محتاج له برضو مع كل دوت امر ان هو ايه يعمل ايه الحركة ديت مثلا ايه كذا مرة. طب ليه لما بدوس عليه كده ما بيتحركش مع ان انا عاملهم كلهم ورا بعض؟ لان هو سريع جدا بينفذ الاوامر كلها ورا بعض بسرعة. فالحل ان اتحكم فيه ان انا ابطئه شوية، سميت التحكم هنا في انتظر 1 ثانية اهوت. ممكن نحطه بين كل حركة وحركة كده اهوت ماشي، واقول له انتظر 1 ثانية، ولما اجي هنا ادوس شوف اهو، بس 1 ثانية كتير، ممكن نقللها شوية يعني مثلا نخليها مثلا اقل من ثانية يعني 0.022 مثلا. ونيجي هنا شوف الموضوع بقى ايه، بقى اسرع شوية. ممكن لو خليناه اقل مثلا، اخلي الرقم ده اقل، اخليه 10 اجزاء من الثانية. ودوسنا ران اهو، شايفين كأنه بيتحرك بالظبط ايه في دايرة. ده فريم انت عاوزه يتحرك على طول من غير ما تقعد كل شوية تقعد تقول له حرك كده اهوت. في اللي هو كرر باستمرار ديت، تحطها هنا اهوت ماشي، اللي هي هتلاقي دي فور ايفر ماشي، وندوس عليها كده شوف هي بقت شغاله على طول ماشي، ما بتقفش خالص. طبعا ده حاجه في البرمجه اسمها الانفينيتي لوب. لو عاوز اوقفها هدوس على ايه العلامه الحمراء دي بتاعت ايه توقف، وكده ايه هيخليها ايه تقف. هنا في الجرين فلاج، زي ما ضغطنا على التوقف دوت في جنبه جرين فلاج كده او علم اخضر. العلم الاخضر ده المفروض ان انا لما بدوس عليه بيبدأ اللعبة، بس انت لو لاحظت ان انت لما تدوس عليه المفروض مكتوب عليه انطلق او ستارت حسب ما انت ايه اللغة اللي انت بتستخدمها. طيب هو ما بيشتغلش ليه؟ ما بيشتغلش ان انت لازم تحط له حدث يقول له ان هو يشتغل اول ما يدوس على الجرين فلاج دوت. فدي هتلاقيها في الاحداث اهو عند نقر العلم الاخضر، اول ما هتضغط العلم الاخضر هيشتغل ده كله. فشوف هنا اول ما ضغطنا العلم الاخضر بدأ يشتغل ده كله، مش هيقف الا لما تدوس توقف اللوب اللي انت شغال عليها. تعالوا نعمل حاجة بسيطة كمان كده اهوت عشان نعرف امكانيات برنامج سكراتش، ان احنا نخليه وهو ماشي كده كأنه بيرسم مربع حوالين الحتت اللي بيمشي فيها. تعالوا هنا نروح للعلامة ديت ادراج اضافة، ونضيف هنا القلم. فهتلاقي فيه هنا علامة القلم ان هو ممكن يرسم وهو شغال. وهنا هناخد هنا القلم مثلا، هنا انزل قلم ماشي، ونحطه هنا اهوت كده. وهنا نشوف هنا غير لون القلم بمقدار مثلا 10 ماشي، مفيش مشاكل. لا مش لون بقى، حجم القلم. سريع نشوف هو رسم لك مربع كده، بس انا عاوز اخد القلم ده كده، خد القلم ده كده مش عايزينه، نغير حجم القلم دوت سايز، نخلي حجم القلم مثلا 10، ومثلا نخلي كل ما يعمل لوب يمسح القلم اللي هو اللي اشتغله بحيث يقعد يرسمه كل مرة. وممكن نغير اللون بتاع القلم، بدل اللون دوت نخليه مثلا ممكن كده ناخده هنا من اللون الاخضر دوت اهوت كده ماشي. ولو دوسنا رن كده اهو شايفين بقى بيرسم والقلم كل شوية يمسح ويكتب من اول وجديد. دي امكانية تانية انا حبيت اشرحها بس واحنا شغالين. انا مستوب ان هو ممكن تضيف هنا حاجات تانية، وهنضيف حاجات برضو زي دي تاني كتير ماشي، زي الامكانية ان انت تضيف
الألم بتاعك في ايه، في المتغيرات دي كلها اللي موجودة في السكراتش. طيب انتوا شايفين ان هو بيتحرك كده مثلا ايه بشكل يعني مش كأنه بينط من مكان لمكان، انا عايزه يتحرك يعني زي الايه، زي ما يكون بيمشي من حتة لحتة. فبدل ما نخليه من الذهاب الى موضوع سين الى صاد، في حاجة اسمها انزلاق، ماشي؟ فمثلا ايه لو شلنا الحتة دي كده مثلا وفصلنا دي كده ورجعت دي كده وخليت بدلها انزلاق، ماشي؟ هنا هوت. وبعد كده ان هو لما يروح بقى الحتة ديت كده هوت اهو، هنا برضو هنشيل، هنلغي دي كده وهنخليه ايه بينزلق من هنا لهنا كده اهوت، ويرجع دي هنا كده، وناخد هنا دي تاني كده ندخلها في المجموعة. ولو عملنا رن كده شايفين، بس هي مش واضحة قوي، بدأت تبوظ الليلة. خلينا ناخدهم كده واحدة واحدة، ماشي؟ هو هيذهب الى الموضع ده كده، خلينا نغير 104 و101 اللي هو هنا ده، هنخليه ينزلق اليهم اهو اهو، ماشي؟ وده هنا يبقى هو هنا هيروح هنا كده من هنا لهنا. تعالى ناخد كده اهوت، نخلي القلم ده نصغر الخط بتاعه شوية، نخليه 5 تمام. اهو بعد ما غيرنا القلم ل5 لما تيجي هنا، بس هو البوزيشنز مش مظبوطة، فتعالنا هنا مثلا نوقف كده ونظبطها. هو الأول بيبقى هنا، ماشي؟ تمام. بعد كده المفروض ان هو يروح على النقطة ديت اللي هي اللي هي المفروض ان هي 100 و100 و100. بعد كده بيروح للنقطة ديت اللي هي المفروض هنا 100 س100 وصاد -100. وبعد كده يروح للنقطة ديت اللي هي فيها -100 و100، سوري، -100 و100. وبعدين المفروض ان هو بيرجع تاني ليه هنا اهوت، بس ده بقى ذهاب بس بدون، فهتلاقيه نط من هنا ليه هنا. لو عملت رن كده اهو اهو تمام كده اهوت، اعتقد كده ايه الموضوع ماشي زي ما احنا ايه عايزين ايه بالظبط. وهو دوت برنامج سكراتش، مجموعة من الاوامر عاملة زي المكعبات بنركبها مع بعض، ماشي؟ وهنشرح بقية الأوامر ديت كلها في الحلقات الجاية، ماشي؟ كوية مجموعة مكعبات بنركبها ببعض بتعمل لنا حركة وتحكم ساعات في الكائن بتاع الحركة ديت. إلى هنا بتنتهي حلقة النهاردة، أتمنى الناس تكون مستوعبة بنقول إيه، واللي عنده استفسار يا ريت يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. يا ريت الناس تدعم القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهاية بتمنى لجميع التوفيق، وكان معكم المبرمج أحمد محمدي، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.